أهلا بكم. أثار قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية، وتعد هذه ثاني زيادة لأسعار الفائدة بعد أن رفعت البنك في مايو الماضي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي. وأكد خبراء على أن القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة ولن يساهم في خفض معدلات التضخم كما تحاول الحكومة، في حين قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إن قرار البنك برفع سعر الفائدة يستهدف الحد من زيادة معدلات التضخم وتخفيف آثار بشكل استباقي بعد تحريك أسعار الوقود. نرحب في الاستوديو بالأستاذ علاء البحار الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك أستاذ علاء. يا مرحبا بك أستاذ علاء. يعني توقع كثير من الاقتصاديين أن يتم تثبيت أسعار الفائدة بعد زيادة الأسعار، لكن فوجئ الجميع بزيادة الفائدة 2%، وأعلن البنك أن هذه الزيادة متعلقة باحتواء التضخم بشكل كبير وبشكل استباقي. فهل هذا الإجراء يصب في احتواء التضخم على العلم بأن التضخم زاد 30%؟ لا، في الحقيقة طبعا الإدارة الحالية للاقتصاد هي إدارة عشوائية، بمعنى أنه طب أنت ليه رفعت أسعار الوقود لما أنت عارف أنه هيبقى فيه تضخم وبعدين كده هتزود الفايدة 2%؟ ومستويات الفايدة تاريخية، احنا لو نتذكر حتى لما عوم الجنيه بعدها على طول رفع أسعار الفايدة. نعم. ارتفع التضخم فقال لك هرفع أسعار الفايدة عشان أعمل تضخم، يجي مرة تانية يرفع أسعار الوقود عشان يقول لك وبعدين يعني ارفع اسعار الفايده عشان اقاوم التضخم. ما بيحصلش التضخم، هيستمر في الارتفاع، بل بالعكس رفع اسعار الفايده اثرها السلبيه كبيره جدا، واول اثر ليها انها بترفع الاسعار لانه بترفع اسعار الاقراض، وبالتالي بترفع تكلفه المنتجات عن طريق رفع التكلفه على المصانع، وبالتالي هيتزيد يتوقع ان تزيد الاسعار في خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي هيزيد التضخم مش هيقل. هي الفكره كلها حوالين يكيكه، يعني هو النظام الحالي دخل في دائره من الفشل، فبيعالج السلبيات بسلبيه أخرى خطيرة. يعني من أثار أسعار رفع الفائدة اللي هي 2% على سبيل المثال، أنه أولا هيزود تكلفة المشروعات، وبالتالي هنلاقي في مصانع سوف تغلق في الفترة المقبلة، وبالتالي البطالة هتزيد، الفقر سيزيد، أيضا فوائد الديون هتزيد. يعني أنت عملت الموازنة على يعني محددات معينة وعلى ارقام معينه منها العجز، وبيسعى اساسا لخفض العجز اقل من 10% حسب اتفاقه مع صندوق النقد ده فوائد الديون 380 مليار جنيه سنويا، يعني مبلغ خيالي. نتخيل بعد بقى ارتفاعه 2%، ارتفاع سعر الفائده 2%، سوف تزيد اقساط الديون في بنسبه 2% على الاقل ان لم يكن اكثر. يعني هي المشكله الكبيره ان احنا مش شايفين اي توجه واضح، مفيش رؤيه، يعني حتى مش بيطرح رؤيه، لان هو عنده كل مصادر النقد الاجنبي بدات تتراجع، سياحه، صناعه، حتى قناه السويس اللي هو صرف عليها 64 مليار جنيه، وبالتالي كل القرارات اللي بتتاخد بشكل عشوائي هذه الفتره. طبعا البعض بيقول وانا معاهم طبعا انه لا، ده مخطط وبشكل مدروس بناء على مصلحة النظام وليس مصلحة الشعب. طب ده سؤال بمعنى ممكن نتجه به الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، معنا عبر الهاتف من القاهرة. دكتور علاء، يعني الأستاذ علاء في الاستوديو يتحدث يقول أن ما يحدث هو مخطط ومدروس لمصلحة النظام وليس لمصلحة الشعب. فهذا فضل الامر مختلف. في مشكله بالنسبه للتضخم نتيجه تعويم العمله ونتيجه مشاكل الدعم ونتيجه ده، والحكومه مضطره الى هذا الدواء المر ان يزود الفائده لمحاوله كبح جماح التضخم، لكن ده ربما يكون التاثير اكثر سلبيه. يعني ربما الامر اذا يكون هناك في ركود، لان مع اسعار هذه الفائده من الصعب ان حد يقترض عشان خاطر يشغل، من الصعب ان حد يقترض عشان يعمل مشاريع، لكن هو ده حل مؤقت لفتره حين
كم حجمها التضخم، لان التضخم لو استمر بهذه الصوره فتكون الوابل الوخيم يعني، والحكومه دائما بتوازن ما بين التضخم ما بين الفايده ما بين البطاله، ودي شان عشان كل الحكومات. وانا بختلف مع الاستاذ علي فكره مخطط ومش مخطط، هو الدوله والنظام بيهموا ان الامور تكون مستقره يعني، لان لا يفعل شيء ربما يؤدي الى قلاقل اجتماعيه او الى مشاكل، لكن هو دواء مر سواء بالنسبه لتحريك سعر الفايده او بالنسبه ل تقليل الدعم بالنسبه للكهرباء، بالنسبه لتقليل الدعم بالنسبه للمحروقات، هي كلها محاوله يعني اصلاح مشاكل هيكليه منذ عشرات السنين، لعله وعسى ان الاقتصاد يعني يكون في مسار افضل، ومع وعد في بعض المحاولات للدعم الاجتماعي مع تكافل، وما حوالي 4 مليون اسره انضمت لمحاوله تقليل الاثر السيء لمثل هذه القرارات. نعم، ابقى معي دكتور علاء، لأنه ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الأستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي. سيد ممدوح، يعني هل ما يحدث الآن من رفع الفائدة بهذا الشكل لمحاربة التضخم هو دواء مر، خطوات لابد أن تتخذها الحكومة كما قال الدكتور علاء لاحتواء هذا التضخم، وأنه علاج مؤقت في ظل الحالة الاقتصادية والتضخم الذي يزداد بشكل كبير؟ طيب، يبدو ان هناك مشكله مع الدكتور مع استاذ ممدوح الولي، عندما يعود الينا ربما السؤال لك استاذ علاء. يعني هو يقول دواء مر لابد ان تتخذه الحكومه لمحاصره التضخم، وربما يكون رفع الفائده هو رفع مؤقت، سيتم العوده مره اخرى تخفيض الفائده اذا بدا الاقتصاد المصري في الانتعاش. في الحقيقه ده الدواء العاجز، يعني في العالم كله معروف ان رفع اسعار الفائده لهذه المستويات ده خراب بيوت، خراب بيوت رجال الأعمال، خراب بيوت للمصريين، خراب بيوت في كل المجالات وكل القطاعات. لكن المودعين عندهم فائدة، يعني ليه فلوس في البنك أكيد فكرة سعر الفائدة يزيد ده بالنسبة له خبر صار. لا، ما هو يعني أصل هي الفكرة ما بتحسبش كده. طب ما هو قناة السويس كانت 12%، وفوجئ إنه شهادات استثمار قناة السويس على سبيل المثال لا قيمة لها، يعني الناس حطت معظم مدخراتها في شهادة، حولت فلوسها لشهادة استثمارات قناة السويس، دلوقتي بيخسروا يعني بالواقع ده. ثانيا ممكن يبقى الزيادة 2%، طب في المقابل خسر ارتفاعات في الأسعار 400% خلال 4 سنوات في الوقود فقط، يعني في أنواع وقود زادت 400%، نعم، وأنواع عقود أخرى زادت 300%، الأسعار زادت بنسبة أكثر من 500%، يبقى كسب ولا خسر صاحب الوديعة اللي عنده 10-15 ألف جنيه أو 100 ألفين؟ خسر طبعا، خسر خسارة كبيرة. نعم، في الحقيقة هو فعلا هو للأسف زي ما أنا الضيف الكريم هو بيقول أنه مش مخطط. أنا عايز أقول له طب لا، طب ارجع شوية لصندوق النقد الدولي واتفاقية صندوق النقد الدولي وشروطها. يعني هو دلوقتي احنا بننفذ شروط صندوق، يعني مخطط، الامر مخطط انه المواطن المصري يشيل الفشل. نعم، الاقتصادي. طبعا في وسائل اخرى لو عندك تضخم هنتحدث عن وسائل اخرى، لكن عاد الينا مره اخرى الاستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي. استاذ ممدوح، كان الحديث حول ان ما قام به البنك المركزي من رفع الفائده ل 2% هو دواء مر لمحاوله احتواء التضخم، وأيضا قال الأستاذ جمال نجم وهو نائب محافظ البنك المركزي عندما سئل عن هذا الأمر قال إن ارتفاع رفع الفائدة بنحو 7% منذ تعويم الجنيه هو أمر مدروس. إلى أي مدى الواقع يقول أن هذه رفع الفائدة مدروس أم غير مدروس؟ هو مدروس بالنسبة لمحافظ البنك المركزي، لأنه في غرض معين لمحافظ البنك المركزي الفائدة، ليس التضخم، لأنه الحقيقة يعني تبين من خلال 6 زيادات على مدى 20 شهر أنه رفع الفائدة لم يعالج التضخم، بالعكس يعني زادت معدلات التضخم خلال الفترة اللي موجود فيها محافظ البنك المركزي. لكن هو الحقيقة نجح في حاجة، أنه يزيد سعر الفائدة فزادت سعر العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة، بحيث انها بقت اسعار يعني جاذبه للمستثمرين الاجانب، ان هم بيستثمروا في اذون الخزانه، جمع حوالي 10 مليار دولار، دي ساعدته ان هو يزود الاحتياطي بحيث انه تخطى حاليا ال 31 مليار دولار، وبالتالي هو حاليا وخلال الزيادات اللي عملها بيستهدف المستثمر الاجنبي مشتري اذون الخزانه
وليس كما قال فيما يعني ورد انه بيستهدف التضخم، لان هذا الامر ثبت فشله على مدى المرات اللي قام بها برفع سعر الفايده. طب سيد ممدوح، يعني فكره اكتذاب المستثمر الاجنبي في هذا الاطار، ما الإفادة التي ستعود على المواطن المصري البسيط الذي ارتفع حوله كل شيء من أسعار وقود إلى أسعار سلع أساسية؟ هل هناك انعكاس إيجابي سيعود عليه باكتذاب هذا المستثمر الأجنبي؟ الاستثمار الأجنبي نوعين، نوع اسمه استثمار مباشر، إن بيجي المستثمر الأجنبي يعمل مشروع جديد، هذا المشروع يا إما إنه بيزود المنتجات السلع أو يزود فرص العمالة، لكن هذا النوع غير يعني مستهدف. المستهدف يسمى استثمار أجنبي غير مباشر، غير مباشر بحيث أنه هو بيجي يشتري أوراق مالية أو أوراق دين حكومي، وبالتالي العائد على المواطن سلبي، لأن أنت بتديله 20 و21%، وطبعا هتزيد بعد 2% الأخيرة، وبالتالي انت كنت بتدي لهؤلاء يعني الفايده على الدين العام الحكومي في الموازنه كانت 381 مليار جنيه، ونائب وزير الماليه قال ان الرقم ده كان معمول حسابه قبل الزيادتين، ال 2% بتوع شهر مايو وال 2% بتوع شهر يوليو الحالي. وبالتالي كل ما بتزيد قيمه هذا الدين في المصروفات بتاعه الموازنه، بيضطر وزير المالية أن يقلل المصروف على الدعم وعلى الأجور وعلى الاستثمارات الحكومية في شكل المستشفيات أو نعم. المدارس أو غيرها، وبالتالي المواطن متضرر في يعني زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر نعم. في شكل مشتريات لأذون الخزانة، والوحيد اللي بيستفيد بيها عشان يعمل شو إعلامي هو محافظ البنك المركزي، عشان يقول للمجتمع انه نجح في زيادة حجم الاحتياطي، وبيتناسى انه في نفس الوقت رفع الدين الخارجي الى اكثر من 74 مليار دولار. نعم. طيب ابقى معي سيد ممدوح، بالحديث ايضا عن استقرار سعر الدولار، اليوم السبت في البنوك سجل اعلى سعر للبيع 17.98 جنيه وللشراء 17.86، وذلك بعد تراجعه الايام الماضيه، بينما اعرب عدد من الاعلاميين المصريين عن توقعهم انخفاض سعر الدولار. طيب دكتور علاء، يعني استقرار الجنيه مقابل الدولار بعد الخفض الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، هل يعكس زيادة الثقة في الجنيه المصري أمام الدولار أم ماذا؟ لعل رفع الفايدة هو اللي كان ليه تأثير في ذلك. أول حاجة رفع الفايدة ربما أحد الفوائد القليلة لرفع الفايدة اللي هي عدم الدولار أو عدم تحويل الناس أموالهم من جنيه إلى دولار، وأنا في تقديري أن الدولار سيكون هناك انخفاض، لكن انخفاض بصيرة بطيئة، وليس انخفاض نتيجة الحد من الاستيراد ونتيجة تضاعف الجمارك ونتيجة الحقيقة في ركود تضخمي، فالناس بتخاف أن هي تشتري وتستورد، وأن ده ربما قد يكون له تأثير سلبي في المدى المتوسط، لكن أنا بظن أن يعني استقرار الدولار ده بيعني أن الأمور يعني بالنسبة لهذا الأمر يعني ماشي في سعر معقول، وإن كان الثمن غالي يعني ارتفاع خدمة الدين، وخاصة أن الحكومة هي المدينة الأول في مصر، وأن كل فايدة بترتفع بيعني مزيد من الضغط على الموازنة العامة ومزيد من تكلفة بالنسبة لخدمة الدين العام، سواء الدين العام المحلي أو حتى الدين العام الأجنبي. نعم. طيب دكتور ممدوح الوالي، فكرة استقرار الدولار، هل يعني سينعكس بالتالي هذا الأمر على فكرة الأسعار وعلى حاجات الناس، أم أن الدولار في مكان وحاجات الناس في مكان آخر؟ سعر الدولار هو يعني ارتفاع مصطنع، وشفنا كلنا أنه عدد من يعني قيادات مصرفية صرحت وكالات الأنباء بأنه بعد العيد مباشرة بدأت البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة يعرضوا الدولار بكثافة عشان يخفضوا سعر صرف الدولار، فهو يعني خفض مصطنع لن يستمر طويلا، لأنه معروف أنه البنوك مطلوب منها السنة دي 8 مليار دولار، دي التزامات هتسددها خلال العام المالي الحالي،
وفي 12 مليار التزامات للعام المالي القادم، يعني البنوك محتاجة 20 مليار دولار عشان تسدد اقساط وفوائد الديون. طب لو في وفرة في الدولار كنت تلاقي بنك مصر تاني أكبر بنك في مصر يستلف 200 مليون دولار من بنك الاستيراد الأفريقي، كنت تلاقي البنك الأهلي أكبر بنك في مصر يستلف 300 مليون دولار من بنك الاستيراد الأفريقي في آخر شهر إبريل اللي فات، تلاقي البنك العربي الأفريقي بيتكلم إنه بيستلف 100 مليون دولار وبيتفاوض على 110. يعني لو في وفرة بالأرقام اللي هي بيقولها المحافظ أو قيادات البنوك الثلاثة، طب ليه بيروحوا يستلفوا هذا الرقم؟ الأمر الخطير إنه العشرة مليار دولار اللي هي مبيعات أذون الخزانة وسادات الخزانة للأجانب معظمها قصيرة الأجل، يعني هترجعها قبل نهاية السنة دي، يعني خلال الست شهور اللي جايين، وبالتالي أنت يا إما الأجانب يشتروا تاني أذون خزانة وإلا أنت هيضيع منك يعني ثلث الاحتياطي، والعشرين مليار المطلوبة منك في السنة دي يعني والسنة اللي جاية تمثل ثلثين الاحتياطي، وبالتالي أزمة الدولار مستمرة. الهوجة اللي بتتم دي الأسبوع اللي فات شفنا أن ثالث يوم حصل ردة وأنه الانخفاضات توقفت، والبنك التجاري الدولي بعد ما كان الدولار منخفض رجع تاني زوده، واللعبة دي عملها البنك المركزي في شهر فبراير اللي فات لحد ما وصل الدولار 15.78 جنيه وبعدين رجع تاني فوق ال 18 ولعب اللعبة دي في شهر نوفمبر اللي فات، وبالتالي لن تستمر هذه اللعبة يعني كثير من الوقت، لأن مشكلة الدولار كبيرة وعميقة في الاقتصاد المصري. نعم سيد علاء، هو ما يخص المشاهد في جملة هذه الأرقام هي مصلحته، مصلحة متعلقة سواء بالأسعار أو بمصلحته إذا كان لديه دولارات فيسرع لتحويلها أم يبقى عليها، ما الذي ينبغي على المواطن أن يقوم به؟ في الحقيقة يجب أن نشرح له المسألة، لأن مسألة الأرقام أحيانا بتلتبس على المواطن البسيط اللي هو ما يقدرش يعني يفهم هو السوق بيعمل كده ليه، هو الدولار ليه أحيانا بيرتفع أحيانا بينزل يعني. فهو انخفض الفترة الأخيرة لأسباب يعني أسباب لو عديناها نلاقي رقم واحد الدفع الاحتياطي نقدي فوق 31 مليار دولار، رقم اثنين رفع سعر الفايدة، رقم ثلاثة كمح الاستيراد اللي هو تم على الفترات الماضية طول الفترة الماضية ونتج حتى عن القرارات بتاع رفع أسعار الوقود اللي هي قبل كده، والأخيرة موجة ركود تضخم كبيرة فخلت الناس ما بتشتريش، التجار ما بيستوردوش يعني أو بيستوردوا بالحد الأدنى، يعني أمر غير متعلق بالإنتاج أو بتحسين السياحة أو بأي شيء من هذه الأشياء. أيوة هو يعني هو يعني 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 تقريبا جاوبت يعني حرقت عليا لا تفضل، لأن الرفع الطبيعي لسعر الجنيه أمام الدولار يجب أن يكون عن طريق تزويد مصادر النقد الأجنبي، يعني لما نلاقي السياحة ارتفعت يبقى ده فعلا ارتفاع طبيعي للجنيه قدام الدولار، لما نلاقي انه في زياده في الانتاج زياده في الصناعه، الصادرات الزراعيه اللي هي اتبهدلت الفتره الاخيره وعدد كبير من الدول العربيه ومنها السعوديه والامارات منع دخول منتجات زراعيه مصريه، ده كله للاسف تراجع مش طلع، والاعتماد على توفير الدولار في الفتره الاخيره كان عبر القروض، يعني الاحتياطي ارتفع عبر قروض سندات خزانة ب 10 مليارات دولار، بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي احنا خدنا 2.7 مليار دولار، وكمان ده فكرة ان هو بيطالب بالشريحة التانية بيقول للصندوق ابعتوا لي بسرعة الشريحة التانية، دلوقتي في مفاوضات، ده دليل على انه عندك نقص في الدولار مش زي ما بتقول في وفرة، وإلا كنت قلت صندوق النقد مش عايز الشريحة التانية، يعني ده بيطالب أمر الدولار التانية. الآن سيتجه إلى الاستقرار أكثر منه للنزول، أعتقد أنه الفترة اللي جاية هيحصل في إطار عملية الكبح المصطنع أنه هيحصل تراجع، وعلى فكرة الدولار الجمركي ب 16.5 جنيه، يعني طبيعي أن أنت حتى لو نزل لتحت 17 ممكن تقدر تنزله تحت 17، لكن هتقدر تحافظ عليه
انت عملت ده من حوالي 4 شهور ونزلته تحت 16 جنيه وما قدرتش تحافظ عليه، وبالتالي هو ده اللي هيحصل. السيناريو المتوقع انه يقدر ينزله ربما تحت 18 زي دلوقتي او تحت 17 جنيه لمده اسبوع اتنين شهر اتنين، لكن هيرجع مره اخرى ويرتد مع سداد مصر المستحقات اللي عليها، مع تراجع السياحه، تراجع ايرادات قناه السويس، تراجع الصادرات المصريه اللي هي دلوقتي بقت اقل من 17 مليار دولار بعد ما كانت 30 مليار دولار من 4 سنوات. اشكرك استاذ علاء البحار الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصاديه، شكرا جزيلا لك. كما اشكر الدكتور علاء عبد الحليم الخبير في الشؤون الاقتصاديه والمصرفيه، كان معنا عبر الهاتف من القاهره. كما اشكر الاستاذ ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، كان معنا عبر سكايب من القاهره، شكرا جزيلا لك. المسائية مستمرة، وبعد الفاصل حوار مع عدد من الأسرى المقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، فابقوا معنا.